أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على يهوديت التي تمثل الشباب المثير للإعجاب والشيخوخة السخية المعطاءة، وقال: كانت يهوديت أرملة يهودية وشابة فاضلة، وعاشت شيخوخة وقورة وصلت إلى 105 سنوات، وهذه نعمة خاصة. وليس هذا أمراً نادراً اليوم أن نعيش سنوات كثيرة بعد مرحلة التقاعد. بالنسبة للكثيرين، مفهوم التقاعد يعني الاستحقاق والرغبة في الاستراحة من الأعمال الملزمة والمتعبة، لكن هناك أيضاً الالتزام المفرح والمتعب في رعاية الأحفاد. بالنسبة للأجداد، فإن جزءاً مهماً من دعوتهم هو دعم أبنائهم في تربية الأطفال، فيتعلم الصغار قوة الحنية واحترام الضعف، وهي دروس لا غنى عنها يسهل نقلها وتلقيها مع الأجداد. ويتعلم الأجداد أن الحنان والضعف ليسا مجرد علامات تدهور، بل بالنسبة للشباب هي خطوات تجعل المستقبل إنسانياً. وقال قداسته: أصبحت يهوديت أرملة بسرعة ولم يكن لديها أبناء، ولكنها بقيت قادرة مدة حياتها على أن تعيش الرسالة التي عهد بها الله إليها، فتركت ميراثاً من الحكمة والحنان والهبات للعائلة والجماعة. لم تكن يهوديت امرأة متقاعدة عاشت فراغها بحزن، بل كانت امرأة مسنة شغوفة ملأت الوقت الذي منحها الله إياه بالمواهب.